بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين. أنا اسمي دكتورة علياء الأجهوري، أستاذة الأمراض البطنة بكلية الطب جامعة اسكندرية، وحاليا بتشرف أن أنا برأس رئاسة الوحدة بتاعة الغدة الصماء، رئيس وحدة الغدة الصماء كلية الطب جامعة اسكندرية. الحقيقة دور الأطباء في علاج وضبط المريض بتاع السكر قبل دخول رمضان دور مش سهل أبدا. كل دكتور بيجيله المريض زي ما بنقول مفيش مقاس لكل الناس، ومفيش دواء ينفع لكل الناس، وما ينفعش عيان يجي يقول لي انا جاري بياخد الدواء ده طب ما ناخده واجربه. لا، كل دكتور المفروض ان هو بناء على سن مريضه، المضاعفات اللي موجوده عنده، تاريخه المرضي، سكره مظبوط ولا لا، وفي انهي مستوى، هبتدي احدد له المجموعه الدوائيه. وزي ما حضراتكم عارفين كلنا نمشي لازم على الجايد لاينز اللي هي بتوجهنا كلنا وبتساعدنا كلنا ان احنا نظبط عيننا، لانها بتقول لنا لو العين عنده كذا يفضل تبتديله بكذا، ولو العين عنده كذا ما ينفعش انا اقول رايي واضرب بالجايد لاينز عرض الحائط. ده بيخلي العيان بتاعنا متحير، الدكتور ده يقول له حاجه والدكتور ده يقول له حاجه. لو كلنا اخذنا مبدا واحد هو العلم اولا ثم الخبره ثانيا. ما ينفعش الخبره تيجي قبل العلم، لان الخبره جت قبل العلم كل واحد هيعمل اللي هو عايزه، ويبقى العيان مش عارف يمشي تبع الدكتور ده ولا تبع الدكتور ده. حضرتك مريضك انت عارف حالته، في مجموعات دوائيه بتتوقف في رمضان، في مجموعات دوائيه بتقل في رمضان، في مجموعات دوائيه بتتحول اثناء رمضان، فانت الوحيد القادر على ان انت توجه مريضك اولا يصوم ولا لا، ياكل ايه اثناء رمضان، ينظم الحاجات بتاعته ازاي، لان برضه ما تقدرش تحرمه من كل حاجه، لان اذا اردت ان تطاع فامر بما هو مستطاع. فيبقى الاعتدال في الرولز اللي بنوجهها لمرضانا. المريض اللي ماشي على انسولين ممكن برضه يصوم، الا طبعا الكاتيجوري معينه بنقول لها لا ما تصوميش، زي الناس اللي عندها مضاعفات، الناس اللي سنها كبير، الناس اللي هم من النوع الاول، الناس دي كلها ما ينفعش تصوم. فارجو من حضراتكم الالتزام بالجايد لاينز طول ما انت تتعود ان انت تشوف عيانك بما يرضي الله، تكشف على عيانك بما يرضي الله، تدي فرصه لعيانك انك تسمعه. الاستعجال في سماع المريض بيؤدي الى الضرر بحضرتك وبالمريض. الحاجه الثانيه نفولو جايد لاينز علشان نوصل مريضنا يخش رمضان آمن ويخرج منه آمن. وكل سنة وحضراتكم طيبين.